ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وختانه ورضاعه. في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل ولدت آمنة بنت وهب مولودها العظيم متهللا بأبي هو وأمي. لم يثبت أن ظهر شيء من الآيات لآمنة حين ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم سابعه صلى الله عليه وسلم ختنه جده عبد المطلب وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. أرضعت آمنة ولدها محمدا صلى الله عليه وسلم 3 أيام وكانت قليلة اللبن، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب لبن ابنها مسروح. كانت ثويبة أرضعت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، فصار أخوين للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أرضعت حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولادها عبد الله وحذافة وتلقب بالشيماء وأنيسة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 إخوة من الرضاعة: حمزة، أبو سلمة، أبو سفيان ابن الحارث، مسروح، عبد الله، حذافة وهي الشيماء، أنيسة. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم إخوة لا من أبيه ولا أمه.